قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في شفقة. الله أكبر. ما قال يا أيها الذين فسقوا، يا أيها الذين أجرموا، يا أيها الذين فعلوا ما فعلوا، لا، بكل رقة وبكل عطف وبكل حنان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله أكبر. يعني حتى كلمة أسرفوا، ترك أسرفت على نفسك، كفاية، خلاص كفاية ذنوب ومعاصي. شوف كيف الرحمة من الله عز وجل. الله أكبر. طيب هذه الأولى. لا تقنطوا من رحمة الله. الثانية. لا تقنطوا من رحمة الله. الثالثة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرابعة. إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. يا عبادي، هذا خبر من الله عن أحوالنا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل يقول استغفروني أغفر لكم. وإن عظمت الذنوب، أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها. قل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. تعرف ايش معنى الرحمن؟ رحمة. هذه رحمة لجميع الخلق. الرحمن أي رحمة تعم الخلق جميعا. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وكان بالمؤمنين رحيما. يقول لهم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا أخوان، في آية في سورة الأنعام، والله أتمنى الجميع يحفظها ويكررها بين وبين نفسه، حتى لا تغر هذه الدنيا كما غرت الكثير. اسمع وتمعن. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن لازم شرطين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Don't forget to subscribe us and to enable notifications.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.